الحلقة دي أصلاً موضوعها كده أصلاً أي دول سخرت معاهم بكورك فخلي كورك يا أخي كورك أصلاً بيكون عنده عقيدة في برأي ولا كباشي ولا مطاشي ولا واحد من الشيوخ دين وإنت عم يشوف شيوخك بهم مش عندك عقيدة في البرأي طب والي أركب تعرف أوصف لك أوصف لك البرأي بهم برأي لمن الخط جاي تركب طوال البرأي تمشي تشوف البرأي بهم مكاشفي تطير من هنا تمشي سكانيبة إمتى؟ حتى نتحزون تشوف الجبه بتاعته وين؟ او هات كورك لنا هنا، الله اكبر عليكم، انت عرفت الله اله الا هنا؟ الله من زمان ما بتنادي شيخ، هتقدر تنادي الله بس في هنا؟ ما شيخ ما بتدر لنا عشان كذا. ودي من فوائد الحلقات ذات انك انت عرفت انه الله الله اكبر. انت دي فائده نمره واحد، عشان كذا اقعد تدرس تستفيد، او تخرج. ما تعمل لنا علاج الناس قاعدة هي مستفيدة ومستمتعة بالتوحيد وبكلام ربنا عز وجل وبكلام الرسول عليه الصلاة والسلام ومبسوطين خالص كلام الله عز وجل وكلام النبي بريحنا جدا جدا وكلام شيخك ها كلام الشيخ بتاعك ده شفت احنا بنشوطه لك هنا انت ما بنخلي لك فيه حاجة قاعدة انت اوعى فربنا تبارك وتعالى امر الانبياء عليهم الصلاة والسلام ان يبلغوا التوحيد الله قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا شغل الرسل انت قايل شنو؟ في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ربنا عز وجل قال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ربنا قال أتى القرآن الكريم الله قال أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون ربنا قال وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ده قرآن كريم إتخارج طبعا ما بتقدر الشغل ده ده شغل سخون جدا انت دي حقن تقيلة دريفات عجيبة مرة أبوك انت فده شغل الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيدعو القوم للتوحيد وبلدنا دي الآن مليانة بالشرك بالله عز وجل شرك عديل انت البرعي والكباشي والصائم كيما والمكاشفي والأولياء بتاعنا الصوفية ديل الآن يعبدوا من دون الله تبارك وتعالى عشان كده البلد دي فيها مشاكل كثيرة بلد فيها غاز ما في ولا في الناس دي جايه غاز ما في وما عندنا غاز انت عارف دارين الغاز يجي يا هاي اكيد معانا ان شاء الله تصوفيه دي اول حاجه والله بلد يبقى تصلح الا اي صوفيه تمراته طوال اي صوف محمد المنتصري دقه ابو رعي ولا الشيفت بتاعه ولا السيل الخليفه انت الفاتح ابو رعي ده تتابع الطريقه الاوباميه انت برضو انجلت ولهم دين لو ما تشلتوا الغاز ما بيجي انت ولا بنزين برخص ولا حتاكل زي الناس انت ونحن الحمد لله عز وجل في غاز شغالين توحيد ما في غاز شغالين توحيد انت ما عندنا مشكلة الاسعار ترتفع شغالين توحيد تنزل شغالين توحيد انت ده الحل ده الحل اللي بيحل المشاكل حقتنا الليلة ناس توحد الله عز وجل انت لأن ربنا عز وجل قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا أنت ما سجلت طريق الليلة راجل عندك شنب وما عارف أو ما عملنا فيها حطمات بعد تبتدأ في الراجل زي أخيك أنت وتروح تقول ما تتكلم في البرعي بالله يا سلام بتعبوا شديد كده خلطتوا متين عليهم برعي ده برعي انت عشان انت ما عندك موضوع غلط برقة روحات تجي بتدافع عن رجال وتجي يوم القيامة تقول ربنا عز وجل شنو
تقول له الله عنده شنو؟ انك دافعت عن البرعي ودافعت عن الشرك بتاع البرعي. البرعي قال الكون ده ما مسكوا الله، مسكوا حسن وحسونه. البرعي قال سيدي حسن وحسونه بكم؟ سيدي حسن من فوق الكون متحكم، حسن متحكم في الكون، حسن وحسونه، حسن ده الله خلقه متحكم في الكون حتى الله ذات. انت ده حسن وحسونه. انت كلامي فالبرعي ده نشر الفساد ونشر الشرك لله تبارك وتعالى. البرعي قال يتكلم عن الاولياء بتاعنا الصوفيه. البرعي قال الا يا رجال الغيب انتم حصوننا فما زال مسؤولا على الناس ستركم اي الحقني ضيم وانتم حمايتي والهت عطشانا وقد فاض بحركم فحاشا وحاشا ان تضيع عيالكم وانتم عيال الله والامر امركم. الامر قال امر الشيوخ. انت يا ولد والله تمشي تشجع برشلونه احسن لك من القريبه والله جو. قال والامر امركم اذا شئتم لان الفقراء فكيف اذا شئتم تركب مواصلات ولا الخارج هو تدعم هو تدعم. قال اذا شئتم شاء الاله وانتم تشاءون ما قد شاء لله دركم. والبرع ذاته قال قومات نزاور للاولياء الاخطاب لهم نشاور منهم خف الحال منهم مجاهر منهم عليم بالغيب باطل وظاهر. البرع انت عشان كده بلدنا دي ما شتحت لازم يقتلوا البرع ده والله يقتلونا يكسرونا ويقتلونا من الفلسطين البرع ده ما بنخلوه ما بنخلوه ابدا وفيها كل ما بنخدم. والشباب دير الحمد لله انت قال الناس اللي عندهم دقوم برامج عارفين الحاصل. لا 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 في ناس ما عندهم دقوم برضو لكن المكنه مين والله يا شباب هنا قاعدين انت عندهم بعض المعاصي لكن نسال الله العز وجل انه يهديهم. انت تلقاه ما يسفته يقول له البوحي كيف يقول له ها بوحي ما ممكن هذا تعمل لشنو؟ انت عارف قلب البجيب وجعبته للصوفيه هم ما زعلوا من الدقيم برعم زعلوا من يا جماعة البيجي بيحضروا هنا وبيعرفوا البرعي انه عاطل والمكاشف ما عنده حاجة دال بيزعلوا منهم لكن الشغل ده ماشي والحمد لله يا عز وجل ماشي. وصوفي كوز اخو مسلم انصار مهدي انصار سنة تنكلكي انت ما قدر روكي بتاعوه انت وكده احنا يا شباب اي دول جاءت ما تستغربوا اي دول كورك ما تستغربوا انت دي دعوة ربنا عز وجل امر الرسل عليهم الصلاة والسلام ان يدعو لهذا الامر وفي رسل ماتوا في هذه الدعوة رسل عليهم الصلاة والسلام ماتوا في الدعوة دي وفي انبياء ضربوا وضرب النبي عليه الصلاة والسلام وطرد من مكة عشان الدعوة دي تقال الشغلة دي باردة شغلة دي غير باردة تتكلم والناس يقول لك جزاك الله خير في ناس بيزعلوا وناس بيشاكلوا وناس بيشكوا وبكتروا وجاهزين ان شاء الله عز وجل ودارين الرؤوس الكبار ناس محمد المنتصر ومين الخنجر وبتاع الحمامات اللي بيجي رجعي ده رجعي انت احسن من الحمامات حميدة بصلاة احسن من الحمامات والله الذي لا اله غيره ده دارين يجون هنا مناظرة تعالوا محمد المنتصر تعال فتح لهم القنوات النيل الازرق محمد المنتصر محشور جوا مع النسوان هناك ندى القلعة فرفور وشرة شهور مين قدت مين بلفة من الصحافة جوا قاعد جوا انت الوهابية مشبية الوهابية كفار تعال انا نوريك كفار انا كافور تعال تعال يا محمد المنتصر وين كذاب قاعد مبتسم يا غادي ما تقدر تجينا هنا انت ما تقدر عندها صعب جدا جدا والله الذي لا اله غيره. هنا في القران الكريم الله قال انا سنلقي عليك قولا ثقيلا ايات بتفرتك يا محمد المنتصر انت ثمين اربعة في اربعة والله لو قطعت راسه اشتغل دولة والوهابية تعال يا وهابية تعال هنا احنا متمنين نلاقيك عشان ننتبك ها ونجمك يا صوفي محمد المنتصر عشان بلدنا تمشي لقدام وانت كلامي في استاذ الشيخ مزمل فضيل تفضل